سلاح الحوامات الذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة أصبح يشكل رهاناً أساسياً في المعركة الحديثة، كونه طرف فاعل في مختلف الأعمال القتالية، ولميزاته العملياتية الفائقة وقدرته الكبيرة على المناوة. من هذا المنطلق أولت قواتنا الجوية أهمية بالغة لهذا السلاح ذو المهام المتعددة، كتدمير الأهداف الأرضية والإسناد التكتيكي المباشر للقوات البرية، إضافة إلى مهام أخرى لا تقل أهمية كالمراقبة الجوية والاستطلاع وكذا نقل وإنزال القوات. كما تساهم الحوامات في مهام ذات طابع إنساني كعمليات البحث والإنقاذ وإجلاء الجرحى في أماكن جد حساسة يتعذر الوصول إليها بالوسائل الأخرى. اليوم ومن خلال زيارتنا للفوج الأول للحوامات القتالية، ندعوكم للتعرف أكثر على يوميات أفراد وأطقم الحوامات في هذه الوحدة القتالية التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي. صرامة ومراقبة دائمتين في نشاطاتنا التقنو-عملياتية لبلوغ أهدافنا. هذا الشعار الذي تبنته قيادة القوات الجوية لسنة التحضير القتالي 2009، والذي يحث على التدريب المتواصل والعمل الجاد لبلوغ أقصى درجات الكفاءة القتالية، وجدناه مجسدا في القاعدة الجوية ببسكرة والتي نتواجد بها اليوم. تعتبر القاعدة الجوية ببسكرة من أهم الوحدات الكبرى والأساسية في قواتنا الجوية، وتتمثل مهامها في الدعم والإسناد التقني واللوجستي والعمليات المستمر والدائم للوحدات والحوامات المتواجدة والمرابطة والقادمة والمغادرة. كما تضمن القاعدة الجوية مختلف النشاطات الجوية للحوامات المتمركزة بها، ومنها الفوج الأول للحوامات القتالية. الفوج الأول للحوامات القتالية يضم في صفوفه طيارين وإطارات شابة تخرجت من المدارس العسكرية الجزائرية. كل واحد من هؤلاء كان يحلم ذات يوم أن يكون طيارا في القوات الجوية الجزائرية، وها هو الحلم يتحقق، وهم الآن يمارسون مهامهم في الفوج الأول للحوامات القتالية، موزعين على 3 أسراب، منها 2 مجهزة بحوامات مقاتلة تتميز بكثافة النيران ودقة عالية في إصابة الأهداف، إضافة إلى سرب للحوامات المناورة. كما يحتوي الفوج على سرية للاستطلاع والمراقبة الجوية مجهزة بحوامات خفيفة. أما فيما يتعلق بالمهام المسندة للفوج فهي كما يلي: العمليات المضادة للذبابات وهي المهمة الرئيسية للفوج، الإسناد الناري للوحدات البرية، القيام بعملية إنزال أفراد القوات الخاصة والرماد والطاريون، الاستطلاع والمراقبة، الإخلاء الصحي. في الاجتماع التحضيري العام يتم استعراض مختلف الجوانب العملياتية والتقنية المتعلقة بالطلعات الجوية لكل يوم. هذه التمارين تدخل في إطار التحضير القتالي والتدريب العادي لأفراد الفوج حتى يكونوا في استعداد دائم للقيام بمهامهم على أكمل وجه. نحن الآن ذاهبون للقيام بطلعة جوية في إطار التحضير القتالي للحفاظ على جاهزية الأطقم، وكما نرى اليوم فإن الظروف الجوية ملائمة جدا للقيام بهذه الطلعة. قبل القيام بعملية الطيران على كل طاقم حوامة مراقبة سلامة كافة أجزاء الحوامة مراقبة دقيقة كالهيكل وأنظمة التسليح ومختلف الأجزاء الأخرى. كفاءة كبيرة يتميز بها طيارو الفوج الأول لحوامات القتال. الفضل في ذلك يعود للتجربة الميدانية الهامة التي اكتسبوها من خلال التمارين التدريبية المتواصلة على مدار السنة والمناورات الميدانية المبرمجة مع مختلف القوات تتويجا لكل سنة تدريبية. بلوغ هذا المستوى العملياتي يستلزم من الطيارين تدريبا مستمرا وتركيزا كبيرا للتمكن من السيطرة على مختلف أجهزة ومنظومات الحوامة. هذه المروحية المقاتلة
لها قدرة كبيرة على التصويب والتدمير بالصواريخ الموجهة وغير الموجهة. بها نظام تصويب مدمج في خوذة الطيارة، وهي قادرة على حمل مجموعة كبيرة من الأسلحة لتدمير الأهداف الأرضية. كل طاقم يسعى للتنسيق اللازم مع طواقم الحوامات الأخرى للتمكن من العمل كوحدة متماسكة، وبالتالي تحقيق الأهداف المسطرة. لقد قمنا بطلعة جوية حوالي 60 دقيقة تم التمرن فيها على استعمال مختلف أجهزة أنظمة الأسلحة للحوامة 124، وهذا ليسمح لنا كطيارين بتطوير قدراتنا القتالية والرفع من جاهزيتنا العملياتية، وليلا ونهارا وفي مختلف الأحوال الجوية، وهذا للقيام بمهامنا على أحسن وجه. قمنا بالتمرين هذا بعد تحضير له قبل الطلعة الجوية، وقد تمت في ظروف جوية حسنة مع الحفاظ على أمن الطيران، واستفدنا جدا من هذا التمرين، وهذا التمرين يساعدنا على الحفاظ على قدرتنا القتالية. نحن الآن في قاعة العمليات نحضر حالة طوارئ تدريبية لأطقم الحوامات المقاتلة، حيث تكون البداية باستلام الأمر القتالي من قائد الفوج قبل أن يقوم كل طاقم بالتحضير للمهمة الخاصة بها، وذلك بحساب الوقت اللازم وارتفاع التحليق والمسافة الواجب قطعها لبلوغ الهدف. حالة الطوارئ هذه ستمكن الطيارين من استخدام المروحيات في العديد من التمارين التكتيكية. قبل الإقلاع على كل طاقم احترام احتياطات الملاحة الجوية، وذلك بالتنسيق الدائم مع برج المراقبة الذي يعطي بدوره الإشارة لكل طاقم بإمكانية مغادرة المدرج. خلال هذا التمرين التدريبي تم تطبيق مواقف تكتيكية مختلفة شملت المناورات المعقدة وكيفيات تنفيذ مهام الهجوم الأرضي ومساندة القوات البرية بالدعم المباشر وكيفية تحديد الهدف بدقة وتدميره في مختلف الاتجاهات والارتفاعات. ونحن نشاهد هذه الطلعات الجوية أبدى هؤلاء الطيارون تحكما كبيرا في المروحيات والمناورة بها في جميع الظروف، وهو ما يعكس مستوى كفاءتهم القتالية ومدى التنسيق الدائم بينهم. نقل القوات مهمة أخرى من مهام الفوج الأول للحوامات القتالية. نحضر الآن جانبا من تمرين ميداني يتم خلاله نقل فصيلة من المظليين المغاوير للقيام بمهمة خاصة في عمق الدفاعات المعادية.
الطيران الليلي يكتسي أهمية كبيرة بما له من خصوصيات متعددة. الحوامات المقاتلة بإمكانها المناورة في الليل كما في النهار وإصابة الأهداف بدقة عالية قبل أن تنسحب بالسرعة المطلوبة. الجاهزية القتالية الدائمة التي يتميز بها الفوج الأول للحوامات المقاتلة يعود الفضل فيها للمجهودات الكبيرة التي يبذلها مهندسو وتقنيو مصلحة الصيانة التقنية من خلال عملهم الدائم والدؤوب في صيانة ومراقبة مختلف أجهزة ومنظومات الحوامات المقاتلة بكل دقة واحترافية. تشمل أشغال صيانة محرك وهيكل الحوامة، الأجهزة ومعدتها، منظومة الراديو، نظام أسلحة الحوامة. بعد نهاية الأشغال الصيانة تخضع الحوامة للمراقبة النهائية وتجريبها حتى تكون في أتم الجاهزية لأداء مهامها العملياتية، حيث نقوم بمراقبة العجلات، مستوى الزيوت، شفرات القطب الدوار، سلاح الطائرة، وهذه المراقبة تكون جدية قبل إقلاع أي حوامة. خصوصية الأعمال القتالية للأفراد الملاحين تستدعي متابعة صحية مستمرة وصارمة، حيث يخضعون لفحوصات طبية معمقة بصفة دورية وفحوصات أخرى إجبارية قبل القيام بأي طلعة جوية. طيار الحوامة القتالية يخضع لفحص طبي إجباري قبل مباشرة الطيران، وذلك لتأكد من صحته البدنية والنفسية الجيدة، لترخيص له بالطيران، وذلك لأداء مهامه على أكمل وجه. خلال فترة إنجازنا لهذا الفيلم الوثائقي واحتكاكنا بأفراد الفوج الأول للحوامات القتالية، اكتشفنا مدى تعلق هؤلاء الرجال بمهنتهم ومدى إيمانهم بمهامهم النبيلة. فرغم الخطر الدائم الذي يحدق بهم والصعوبات التي تواجههم، لا شيء يرهقهم ويقف أمامهم أو يثني من عزائمهم، لأنهم أقسموا على التضحية والوفاء في خدمة وطنهم والدفاع عليه إلى آخر قطرة من دمائهم.